السلام عليكم، نرحب بكم الآن في مساق الـ Entrepreneurship and Small Business Management. حنعيد بعض الشغلات اللي هي ونمشي حسب الكتاب. فاليوم حنتكلم على Chapter 1. Chapter 1 بيتكلم على Entrepreneurship and the Entrepreneurial Mindset. فإن شاء الله الشغلات اللي حنشرحها في هذا المجال الـ Nature and Development of Entrepreneurship. الـ Entrepreneur اللي هو an individual who can take initiative to bundle resources in innovative ways and is willing to bear the risk and or uncertainty to act. يعني هو بيجي الموارد الموجودة تحت إيده وظفها لـ بياخذ يعني في طرق إبداعية بحيث إنه يتحمل المخاطرة والمجهول ويشتغل في هذه البيئة. فلما نتكلم عنها إيش يعني الانتربرنور، هو شخص involves creation of process require devotion of time and effort. يعني هو دائما مخه في الإبداع، بكرس وقته ومجهوداته. Involves rewards of being an entrepreneur في هذا المجال. Required assumption of necessary risk في هذا المجال. لما نيجي نطلع عليه، طب يعني ايش الفرق بينه وبين typical business في هذا المجال؟ في الغالب نتكلم على opportunity assessment، هو بيعمل تقييم للفرص. بعمل creation and length of opportunity, real and perceived value of opportunity, بعدين risk and returns of opportunity, وال opportunity versus personal skills and goal, وال competitive environment في هذا المجال. في الآخر احنا اللي حنصل عليه بدنا نصل ل business plan. ال business plan هاي المكونات تبعها: description of ال business, description of the industry اللي هي الصناعة اللي من ضمنها، التكنولوجي بلان والماركتنج بلان والفاينانشال بلان والبرودكشن بلان والاورجنايزيشنال بلان والاوبريشنال بلان، بعدين سمر. يعني اللي بدنا ندخل فيه، بدنا ندخل اول حاجة في نوع البزنس اللي بدنا ندخل فيه، وكصناعة هذه وين هي، يعني ايش بيجي ضمنه، يعني هذا نشوف الصورة الكلية. بعدين التكنولوجيا الموجودة حاليا كيف أنا بدي أضيفها بشكل جيد في البزنس تبعي، فهذا لازم يكون لها خطة. التسويق، خطة التسويق في هذا المجال، والخطة المالية وخطة الإنتاج والخطة تبعت الموارد البشرية والهيكلية تبعت المؤسسة، وخطة والخطة العملياتية، يعني سواء كيف أنا بدي أمشي الشغلات اليومية. طبعا لازم ابقى عارف ايش الموارد اللي بدي اياها، سواء الموارد الموجوده حاليا والموارد اللي انا محتاج انه اشوفها او احصلها من الموردين في هذا المجال، وبدي يكون عندي خطه يعني لكيف الحصول على الموارد المطلوبه. طبعا للاداره بدنا نشوف هنا في هذا المجال develop management style، يعني ايش الادارة عندي. understand key variable for success، ايش العوامل اللي بتنجحها. identify problem and potential problem، المشاكل اللي بتواجهني واللي حتواجهني. وcontrol system، يعني في هذا المجال بحيث انه امشي على المسار اللي انا بحطه. وفي الآخر كيف إيش استراتيجية النمو عندي في هذا المجال. هذا بشكل عام اللي احنا بنطلع عليه، يعني من الشغلات اللي بنطلع عليها حجم السوق وقديش الفرصة المتاحة لي في هذا المجال. يعني يمكن الوقت من وقتيش لوقتيش ممكن أدخل هذا السوق، كل هذه لازم نسعى فيها لنحقق فيها بعض الشغلات اللي بنتكلم عليها. الآن كيف الـ entrepreneurs thinks casual process start with a desired outcome، يعني أنا إيش اللي بدي إياه كمخرج في الآخر. focuses on the means to generate
ذات اوتكم، يعني كيف انا بدي اولد الاوتكم الموجود. الافكتويشن بروسس اللي هي ستارت وذ وانس هاز هو ذي ار وات ذي نو اند هوم ذي نو في هذا المجال في العمليه. طبعا بدي يكون عندي اوتكمز انا عارفها وعارف ايش بدي اصل لها. طبعا العقليه بدي تكون عقليه بتشعر او بتستشعر في الوضع، و يعني بصير لها عمل تعمل شيء في هذا المجال. بعدين موبلايز اللي هي بتجند كل شيء لتتغلب على الظروف المجهوله او الظروف الغير مستقره بشكل عام. طيب من الشغلات اللي دائما نتكلم على شخصية الانتربرنور: دايناميك يعني متفاعل، فليكسبل، مرن، سيلف ريجوليتنج هذا هو اللي بينظم حاله مش الناس بدها تنظمه، وهذه عندنا فيها مشكلة خلينا نقول طلاب جامعات. السيلف ريجوليتنج هذا فيها مشكلة. and engaged in the process of generating multiple decision framework focus on sensing and processing changes in their environment and then acting on them. يعني احنا لما تكون dynamic يعني متفاعل هذه ممكن تلاقيها موجودة، flexible بتلاقيها موجودة، self-regulating هذا بدها شوية شغل، will engage in the process of generating multiple decision framework هذا شوية احيانا عندنا فيها lagging في هذا المجال. عشان هيك بدنا نكون very aware في هذه الشغلات. It reflects an entrepreneurial metacognitive awareness اللي بنطلع فيه. Achieving cognitive adaptability يعني هو بتأقلم مع الأوضاع الموجودة أو مع البيئة الموجودة في هذا المجال. في عنده يعني comprehension questions هو فاهم الصورة الشاملة. عنده connection task يعني كيف بده يتفاعل مع الأوضاع المختلفة وكيف بربط الحوادث المختلفة مع بعضها سواء المتشابهة أو المختلفة. strategic task يعني دائما فكره على الصورة الكبيرة أو كيف أنا بدي أحقق هذه الفرصة في هذا المجال. reflection task دائما بعيد التفكير وبشوف إيش اللي عمله صح وإيش اللي ما عمله صح وكيف بده يعني يسير إلى الأمام في هذا المجال. طيب عادة بتعلم من يعني الفشل. الفشل مش معناته إني أوقف، الفشل هي فرصة للتعلم، ولهذا السبب دائما إيش بتعلم من الشغلات اللي ما نجحش فيها للخطأ المستقبلية في هنا في هذا المجال. An entrepreneur's motivation is not simply from personal profit but from loyalty to a product. يعني عنده هو شوية خلينا نقول ولاء لمنتج معين، loyalty to a market and customers للسوق وللزبائن، personal growth النمو الشخصي، the need to prove oneself يعني الحاجة انه يطور نفسه أو يثبت لنفسه في هذا المجال. عادة loss of a business can result in a negative emotional response from the entrepreneur. عادة هذه بتولد إذا واحد فشل في عمل أو في البدء في عمل هذا بتخلي دائما شوية شعور سلبي في هذا المجال. It can interfere with the entrepreneur ability to learn from failure. عادة زي ما حكيت الأصل فيه أنا بتعلم من الفشل بحيث ما أقعش فيه في المرات القادمة، وهذا بتعطيني عزيمة أكثر في هذا المجال لنعيد حلنا. دائما خطة التعلم وال يعني تجاوز الأمور هذه مهمة جدا سواء من ناحية معنوية أو من ناحية مادية أو حتى من جميع النواحي الأخرى في هذا المجال. مش لازم يخسر خلينا نقول مرجعيته أو كيف توجهه في هذا المجال، لازم دائما يكون هاي.
يعني بعض الشغلات restoration or orientation، إعادة التركيز أو عند المسار يعني في هذا المجال، وكيف نتعلم من الأخطاء بالنسبة لنا بشكل عام. ال personal value system tend to be influenced by peer pressure، دائما إيش اللي هي ضغط من النظراء. General social norms in the community، يعني المعايير تبعت المجتمع. Pressure from their competitors، ضغط من المنافس اللي عندي. Business ethic، the study of behavior and moral in a business situation، دائما الإنسان بده في ضوابط سواء دينية أو اجتماعية أو وطنية بتخليه دائما تصرفاته ونفسياته تكون في الاتجاه الصحيح. Innovation is depicted as a key to economic development، دائما الابتكار هو والإبداع هو من أهم مكونات التطور، سواء بالمنتج أو بالعملية أو بالخدمة. في عندي iterative synthesis، the intersection of knowledge and social need that start the product development or process. فيها طبعا في من اهم الشغلات اللي دائما بنحكي فيها للنمو الاقتصادي، دائما هي حركه الرياديه، حركه الرواد في المجتمع. وهذه عندي 3 type of innovation: ordinary اللي هي new product with little technological change، technological new product with significant technological advancement، و breakthrough new product with some technological change. يعني احنا عندنا 3 حالات: منتج جديد في الشيء تدخل تكنولوجي كبير فيها، منتجات جديدة بس فيها حجم التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا عالي، أو منتج يعني ما كانش موجود قبل هيك في هذا المجال، يعني تغير فريد في التكنولوجيا اللي عنده. هذا بتعطيني كيف أنا لما بدي أتكلم على الساينس والتطور فيها، بنبدأ من إذا بتطلع هان التلفزيون مثلا كان نقلة نوعية، الطيارة نقلة نوعية، السيارة نقلة نوعية، الإلكتريك جيتار، البيوت اللي بنتكلم عليها، فهذا كلها نقلات نوعية. الإلكترونيكس والفلويد ميكانيكس والتكنولوجيا والثيرموداينامكس، هذا في العلوم من الشغلات النوعية. في الصناعة أجالنا فكرة كيف نعمل موديلينج، كيف نعمل بلانينج، فاينانسينج، مانيفاكتشرينج، ماركتينج، كل هدول نقلات علينا بشكل عام. طيب الآن هذا آخر تشابتر واحد، الآن بنوقف وبعد شوي بنتكلم على بنروح لتشابتر 2 إن شاء الله. يعطيكم العافية.